3050. ليه؟ طيب ليش؟
باي. ما راح ابدا شغلي معكم اليوم الين استاذن واخذ الاذن بكامل الصلاحيات من مشرف البرنامج. اتمنى الرد بسرعه لان ما عندي وقت. اهلا بياض، صوتك وصل ومسموع واحنا دائما قريب لك. كامل الصلاحيات وقواك الله. جوي واجواي، جوي واجواي. طيب ابدا اعرفكم على نفسي. انا الفياض، انا كنت ادور الوقت المناسب اللي اجيكم فيه. عشان ايش؟ أقول لكم الصدق، أمون عليكم؟ ما أمون؟ أنا جيت هنا لأني راحمكم شوي. وحبيت أنعش أرصدتكم اللي بالسالب. ببساطة يعني. بعضكم قاعد يمشي بالسالب الحين، انا جاي عشان اضبطكم. اكيد بعضكم مستغرب ومتخوف، لكن انا اطمنك واقول لك لا تخاف. دقيقة تسمحوا لي أسوي حركة. كانت موترتني شوي. واحدة ثانية. الآن أكمل. أضبطكم في الأرصدة، لكن خلك حذر من نفسك. لأن نفسك هي المتحكمة دائما فيك وفي انتصاراتك أو خسارتك، في انتصاراتك أو خسارتك، في انتصاراتك أو خسارتك. أنا اليوم جيت أعرف عن نفسي وأدش معاكم أداة يمتلكها اثنين، الكنترول والإعداد. الأداة هذه اسمها، أعلمكم، الأداة هذه أعلمكم شيء. تبغون تشوفونها؟ راقبوني راقبوني.
ممكن طلب بسيط، تروحون كلكم عند العريش. أنا ما أحتاجكم. اسمعوني زين، الأداة هذه اسمها ببساطة نقطة تجمع. إيش معنى نقطة تجمع؟ أنا أقول لك، هذه المنطقة منطقة ثابتة عندكم في المنتجع. المتحكم الأول فيها الكنترول والإعداد. الهدف منها ببساطة هو التحضير. كيف التحضير؟ سألوني. تحضير جميع المتسابقين في خلال دقيقة واحدة. منطقة التجمع هذه مدتها دقيقة واحدة. تدرون داخلها كم؟ توقعوا كم نقطة؟ ما يحتاج توقعون. 1500 نقطة. بس ركز معي، النقاط متفرقة. اسمع معي، على حسب دخولك هنا، يعني انك انت حضرت كل شيء في خلال الدقيقة هذه. فهمتوا؟ لا صح؟ حتى انا امزح. اول ما تشتغل نقطة التجمع اللي انت تشوفونها، اللي عليك انك انت تحضر خلال دقيقة واحدة. تحضر عندي هنا، نايم، صاحي، مستاذن، هارب بعذر، هارب بدون عذر، هارب وجود فهد، هارب وجود فهد، هو خيار لك. انت موجود على البث؟ هي قريبة منك، انت بتسمع صوتها. طيب اسألوني وقولوا ليش سويناها. ليش؟ لأن ببساطة أشوف تسيب، ما أشوف أي واحد في البث. أحتاجكم 24 ساعة في البث وحول النقطة هذه. لأن باختصار لو جيت من بداية النقطة أول نزول لك في هذه الدائرة أو في هذه المنطقة حتختم الدقيقة ب 1500 نقطة. لكن لو جيت آخر 20 ثانية ممكن تاخذ 200 نقطة. خمسينات متفرقة. كل ما تجلس في المكان هذا كل ما تعرف أنك تاخذ نقاط أكثر. انت نايم خليك نايم، ما بخصم عليك، لكن بعطيك وياك. وانت حتشرفني بالبرايم بكل حب. مع العلم انها تعمل في اي وقت وبشكل مفاجئ في الايام القادمة.
تفهمون عربي؟ الحين كلكم خذيتوا 1500 نقطة. بكرة ممكن تكون نايم، ممكن تكون مستأذن، ممكن في الكنترول، ممكن تكون في أي مكان. الألف خمسمائة ما بتاخذ منها ولا حبة لو ما كنت متواجد في البث. حمادة، لو كنت لابس ثوب تلحق؟ لا خليك كجول كذا، عطني وقت أزود. أنا خلي دقيقتين، أنا ثقيل. ليش ثقيل وزن؟ أنا ما عذر، خلي إخفاف كلهم. أنا لو أمشي من هناك العصر وصل هنا المغرب. أقنعتني، عشان كذا برضو بعطيك دقيقة. يا طيب، كل شيء واضح؟ واو. أنا بروح أخذ راتبي، استأذنكم، سلموا لي عنس ناس وقولوا له أنا جيت أقدم الخير وزمانك ولا ينس ناس. معك الفياض. نطلع ولا لا يا الفياض؟ مسعود بتجي علامة يا مسعود. قصص بعد اللي سويته يبور. الموضوع اعطانا 1005، قال وعد بكره. يلا مشينا مشينا. الرجال قام ارجع عبد الله، ارجع. ما قام يا رب حماد يا رب. امشوا امشوا. المره تروحون لحاله ما له داعي يا اخوان. مشينا معه. اي يقول كل واحد له 1005. ابوك خدت معنا 1005. عادي.